بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي في المدرسة المصرية للغات، كل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة عليكم وعلى الجميع، تنتهي إن شاء الله بالنجاح والتفوق. اليوم نبدأ أولى حصص مادة التاريخ للصف الأول الثانوي، معكم مستر محمد عبد النبي. هنبدأ يا أولاد منهجنا السنة دي إن شاء الله بيتكلم عن الحضارة المصرية القديمة أو الحضارة الفرعونية. المنهج بتاعنا بيتكون من الوحدة الأولى، ودي تسمى باسم مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم. بيكلمني فيه عن مجموعة من الدروس، ثلاث دروس يا أولاد: الحضارة والتاريخ، مصادر دراسة الحضارات، عوامل قيام الحضارات. الوحدة الثالثة بيكلمني فيها عن خصائص طبعا حضارة مصر القديمة أو الفرعونية، وبتتكون من ست دروس. بيكون الدرس الأول عن ملامح من تاريخ مصر القديمة أو الفرعونية، الدرس الثاني الحياة الاقتصادية، الدرس الثالث الحياة السياسية والإدارية، الدرس الرابع الحياة الاجتماعية، الدرس الخامس الحياة الدينية، الدرس السادس بيتكلم عن الحياة الثقافية والفكرية. احنا هنمشي براحتنا وهنراجع ان شاء الله على درس مع بعض وهناخد اسئلة عليها. هنبدأ النهاردة يا اولاد اولى حصصنا، الحصة الاولى مع جزء كده من الدرس بسيط او من الدرس الاول بتكلم فيه عن الحضارة والتاريخ. اول حاجة يا اولاد انا هبدأ هنا بتعريف كلمة الحضارة. طبعا يا مستر هو يعني ايه الحضارة؟ في الاول خالص قبل يا اولاد ما نتكلم عن تعريف كلمة الحضارة، هقول ان الحضارة الانسان اللي كان عايش في منطقة معينة، بدأ طبعا مع موارد معينة موجودة في البيئة، بدأ يبدأ يحاول يطوع البيئة، يحاول يغير فيها عشان يقدر يعيش فيها، فبدأ يمارس حرف مختلفة بدأت تتطور من فترة إلى فترة أخرى، زي حرفة الجمع والالتقاط بالنسبة للثمار، بعد كده حرفة الصيد اللي هو الصيد البري، وبعد كده كمان الصيد البحري. بدأ كمان الإنسان طبعا ينتقل مع قلة الغذاء وقلة المياه، بدأ ينتقل إلى الاستقرار بالقرب من الأنهار، فبدأ يعرف حياة الاستقرار طبعا مع معرفته للزراعة، بدأ يبني بقى طبعا المباني بتاعته، المساكن، يبني المعابد اللي هو بيتعبد فيها لآلهة معينة، بدأ يبني المقابر بتاعته، بدأ يقوم بإنشاء حضارة تتطور من عصر إلى عصر آخر. طيب يا مستر احنا اما نيجي نتكلم عن الحضارة يا اولاد لازم نعرف ما معنى او ما مفهوم الحضارة. الحضارة معناها ايه يا مستر؟ ما معنى الحضارة؟ هقول لك ان الحضارة هي ثمرة اي مجهود يقوم به الانسان نتيجة تفاعله مع البيئة التي يعيش فيها. الانسان عايش في منطقة معينة عمال يغير، بيحاول يطور ويغير فيها عشان يقدر يستوعب هذه البيئة وهذه المنطقة اللي بيعيش فيها، فكل ما ينجزه الانسان، كل ما يتوصل له الانسان ده يسمى حضارة. وده بيبقى له جانبين يا اولاد: جانب مادي يعني الجانب الملموس اللي توصل ليه الانسان وانجزه فعلا، والجانب المعنوي اللي هي الافكار اللي الانسان بيحاول ينفذها. يبقى الحضارة هي ثمرة اي مجهود يقوم به الانسان نتيجة تفاعله مع البيئة التي يعيش فيها ماديا ومعنويا. ولكن في بعض المفكرين وبعض الادباء زي واحد اسمه اولاد ويل ديورانت قال انا ليا نظرة لمفهوم الحضارة، قال ده نظام اجتماعي، يعني نظام المجتمع او الانسان اللي موجود في بيئة معينة بيقوم بيه او بيتبعه، عشان طبعا ده يعينه على الزيادة من انتاجه الثقافي، عايز يزود الحضارة بتاعته، عايز يزود الموارد والامكانيات اللي يقدر يستغل بيها البيئة. وطبعا الانسان بيعمل الكلام ده كله بيتوصل له مع طبعا تمتعه بالامن والاستقرار. يبقى اذا مفهوم الحضارة
هي ثمرة أي جهد يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة التي يعيش فيها ماديا أو معنويا. طب ما مفهوم أو نظرة ويلدي ورانت للحضارة؟ هقوله نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي ويرتبط بالأمن أو بالإيه بالاستقرار. كل ما الإنسان يتوصل إلى الحضارة هي إنجازات جديدة، كل ما بيتوصل إلى الاستقرار والأمن وتبدأ أحواله الإيه المعيشية تتحسن. طبعا في الخريطة اللي قدامنا دي يا ولاد بيتكلم عن الحضارات وبيتكلم عن انتقال الحضارات من مكان إلى مكان آخر. طبعا هو بيقول لي إن الحضارات لما ظهرت الأول هتبدأ تظهر في منطقة الشرق زي الحضارة المصرية القديمة، زي الحضارة اللي هي الحضارة بلاد العراق أو بلاد الرافدين، زي الحضارة اللي هتظهر في بلاد اللي أولاد في بلاد الشام، مش بعد كده أو اللي هي حضارة فينيقيا. بعد كده الحضارات هتنتقل إلى فينيا مصر، هتنتقل إلى الغرب زي الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية القديمة. بعد ما انتقلت إلى الغرب بدأت مرة أخرى تغادر الغرب وتعود مرة أخرى، بدأت ترجع مرة تانية للشرق في شكل الحضارة العربية الإسلامية، رجعت تاني في منطقة زي ما قلنا طبعا الشرق أو منطقة شبه الجزيرة شبه الجزيرة العربية. كمان بيقول لي ثم انتقلت مرة أخرى طبعا إلى الغرب في شكل الحضارات بقى الحديثة اللي ظهرت طبعا في بعض المناطق، على سبيل المثال طبعا زي إيه زي أمريكا الشمالية، زي أمريكا الجنوبية، زي أستراليا، زي طبعا قارة إيه قارة أوروبا، مش كده قارة آسيا في بعض المناطق زي بلاد الإيه بلاد أو دولة الإيه اليابان. بدأت تظهر الحضارات بشكل إيه بشكل كبير جدا في العصر الحديث والتاريخ المعاصر في بعض المناطق الجديدة. طيب بعد كده مصر هو عايز يوضح لي حاجة مهمة، بعد ما وصف لي على الخريطة دي هو عايز يوضح لي حاجة مهمة جدا وسؤال مهم أوي يا ولاد. بيقول لي فيه أن انتقال الحضارات من مكان إلى آخر ينتقل في شكل سلسلة متصلة الحلقات لا تتصارع عبر الأزمنة، يعني الحضارات لما بتنتقل من مكان إلى مكان بتكمل بعض. يبقى أنا هنا بطرح سؤال مهم يا أولاد، انتقال الحضارات اللي احنا قلنا عليها على الخريطة سواء الحضارات اللي كانت في الشرق وبعدين بعد كده اتنقلت لليه اتنقلت للغرب قديما اللي هم اليونان والرومان، وبعدين بعد كده غادرت مرة أخرى للشرق ثم عادت وانتقلت للغرب في الحضارة الحديثة. هيقول لي سؤال أيد بالأدلة التاريخية، انتقلت الحضارة من مكان لآخر كسلسلة متصلة، الحضارات تتواصل لا تتصارع عبر الأزمنة، فهي تتأثر وتؤثر. عشان كده بص بيقول لي إيه، بيقول لي أول حاجة بدأت فين يا مستر؟ بدأت في الشرق وتمثلت في الحضارات التي قامت على سبيل المثال في مصر وبلاد العراق وبلاد فارس. في مصر للحضارة المصرية القديمة أو الحضارة الفرعونية، بلاد العراق لبلاد الرافدين، وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا. يبقى كده بدأت. طب مصر وبعدين ثم انتقلت إلى الغرب اللي قديما وتمثلت في حضارتي لبلاد اليونان ولأولاد بلاد اليونان والرومان. طب وبعدين بعد كده ايه اللي حصل؟ غادرت الغرب، بعد ما انتقلت الى الغرب غادرت الغرب وعادت مرة اخرى، اشتاقت مرة تانية لمين؟ للشرق، فعادت على يد الحضارة الاسلامية التي مكثت عدة قرون تقترب من الالف عام. ولكن بعد ما بعد المسلمين عن اصولهم الحضارية وعن حضارتهم العظيمة الحضارة بدأت تزعل منهم، بدأت تنتقل، ثم انتقلت مرة ثانية إلى الغرب. الغرب بدأ يستفيد، بصوا منين يا ولاد؟ من الحضارة الإسلامية، فعمل حضارة غربية حديثة موجودة طبعا في بلاد الغرب زي ما قلنا سواء في أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو قارة أستراليا أو بعض الدول اللي موجودة في قارة آسيا وأوروبا. يبقى كده بدأت الحضارة في الشرق ثم انتقلت إلى الغرب ثم عادت بعد أن غادرت الغرب عادت مرة أخرى للشرق ثم انتقلت مرة ثانية إلى إلى الغرب. طيب أنا هنا يا أولاد
هبدأ أتكلم بعد التعرف على الحضارة على العلم اللي بيدرس الحضارة وبيدرس الإيه؟ بيدرس النشاط اللي الإنسان بيقوم بيه، وهو علم الإيه؟ علم التاريخ. علم التاريخ لما أحب أعرف، أقول يا مستر في الأول خالص هعرف علم التاريخ، أعرف عنه إيه؟ قال لي هعرف مفهوم هذا العلم وأهمية دراسة هذا العلم. أول حاجة هبدأ بمفهوم علم التاريخ وأقول هو العلم الذي يتناول النشاط الايه؟ النشاط الانساني في كافه الايه يا اولاد؟ في كافه الازمنه، يعني بعرف النشاط الانساني اللي بيمارسه الايه؟ الانسان في كافه الايه؟ الازمنه المختلفه. طب انا يعني هعرف النشاط اللي بيمارسه الانسان يا مستر في الماضي وفي الحاضر ليه؟ قال لي بص بقى، ده معرفة النشاط اللي بيمارسه الإنسان في كافة الأزمنة ده مهم جدا، لأن أنا من خلاله بعرف إيه يا أولاد؟ بعرف الماضي، ولما اعرف الماضي بفهم بستفيد عشان افهم الحاضر، وابدا اتطلع لاستشراق التوقع لمعرفه اللي هيحصل في الايه؟ في المستقبل. يبقى اما يجي يسالني يقول لي ما مفهوم علم التاريخ؟ اقول له هو علم يتناول النشاط الانساني في كافه الازمنه المختلفه لمعرفه الماضي وفهم الحاضر واستشراق المستقبل. جميل قوي. طب يا مستر أنا لو حبيت أسألك سؤال وأقول لك بما تفسر أهمية دراسة التاريخ، هو أنا بدرس التاريخ ليه؟ إيه هي أهمية دراسة التاريخ؟ قال لي بص بقى، ده دراسة التاريخ في منتهى الأهمية. أول حاجة استخلاص الإيه؟ استخلاص العبر من تاريخ الأمم الإيه؟ السابقة، بستفيد من الأخطاء ومن الإيه؟ ومن الإيجابيات، من المميزات، من السلبيات اللي بتظهر عند الأمم السابقة، وأبدأ أستفيد منها وأطبقها في الحاضر وأستشرق منها الإيه؟ المستقبل. يبقى استخلاص الإيه؟ العبر. إبراز القدوة الصالحة، بتعرف على بعض الشخصيات التاريخية في المجالات السياسية، في المجالات الاقتصادية، في المجالات العسكرية، وأبدأ أستفيد منها في الحاضر وأستفيد منها في المستقبل. كمان ده مهم جدا، تنمية الشعور بالمسؤولية. يعني إيه مثلا تنمية الشعور بالمسؤولية؟ الحضارة المصرية القديمة أنجزت وعملت حاجات كتير في مظاهر الحضارة بتاعتها، لابد من أبناء الشعب المصري قديما في الحضارة المصرية، لابد من أبناء مصر حاليا أنهم يحافظوا على الإنجازات الحضارية ويحاولوا ينموها عشان طبعا إصلاح أحوال المجتمع وحل مشكلات. يبقى تنمية الشعور بالإيه؟ بالمسؤولية. طب كمان يا مستر حاجة مهمة قوي يا أولاد، الابتعاد عن التعصب. زي ما قلت لكم الحضارات تتواصل لا تتصارع، بستفيد من الحضارات الغربية والحضارات الغربية بتستفيد مني، لأن ده زي ما بنقول نشاط إنساني، ده إنجاز الإنسان في على مر العصور في مختلف الحضارات. يبقى ما اجي اقول هنا بما تفسر اهميه دراسه علم التاريخ، هيقول لي استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه، ابراز القدوه الصالحه، تنميه الشعور بالمسؤوليه، الابتعاد عن الايه يا اولاد؟ الابتعاد عن التعصب. جميل. طب يا مستر بعض الناس، وده يبين لي أهمية علم التاريخ، بعض المفكرين وبعض المشرعين في الإسلام وبعض رجال الدين كان لهم مقولة جميلة جدا عن علم التاريخ، قال إيه؟ من قرأ التاريخ زاد عقله. يا سلام، يا جميلة أوي العبارة يا أولاد. مين قائل هذه العبارة؟ تخيلوا بقى قائل هذه العبارة هو مين؟ هو الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة النعمان. يبقى إذا علم التاريخ، أما أجي أقول وراجع يا أولاد معاكم ما معنى علم التاريخ، ما مفهوم التاريخ؟ علم يتناول النشاط الإنساني في كافة الأزمنة المختلفة. ليه كده؟ لمعرفة الماضي وفهم الحاضر واستشراق المستقبل. طب ما أهمية دراسة علم التاريخ؟ قال لي طبعا رقم واحد استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة، 2 إبراز القدوة الصالحة، 3 تنمية الشعور بالمسؤولية، 4 الابتعاد عن التعصب، وده في النهاية هيصب في مصلحة المجتمع وأبناء المجتمع، هينصلح أحوالهم، وطبعا تتقدم هذه الدول من عصر إلى عصر آخر. كده هنختم يا اولاد درسنا النهارده بالاسئله التطبيقيه.
والأسئلة طبعا بتبقى مهمة جدا جدا يا أولاد في التطبيق على الدرس. سين واحد بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ مع ذكر الإيه السبب في الحالتين، هذكر السبب في الحالتين. واحد، علم التاريخ عبارة عن قصص وحكايات مسلية. سين اتنين، بما تفسر؟ إيه السبب؟ واحد، أهمية دراسة علم التاريخ، ليه أنا بدرس علم التاريخ؟ سين تلاتة، واجب سهل وبسيط جدا، ما معنى أو ما مفهوم الإيه الحضارة؟ إيه هي الحضارة؟ ما معنى كلمة الإيه الحضارة يا أولاد؟ جميع الطلاب بإذن الله، وشكرا على حسن استماعكم، وإلى لقاء في حصة قادمة.